طيبين. كل سنة وانت طيب يا أنبا أرمية. كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيبين. المسيح قام بالحقيقة قام. كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيب يا بابا ترادرس. كل سنة وانت طيبين. المسيح قام بالحقيقة قام. كل سنة قداستك طيب. بخريستوس أنستي آل يسوس أنستي. المسيح قام بالحقيقة قام. بخريستوس أنستي آل يسوس أنستي. المسيح قام بالحقيقة قام. كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيبين. طيب يا بابا ترادرس. كل سنة وانت طيبين. كل سنة يا بابا وماما. كل سنة وانت طيبين. كريستوس أنستي أليسوس أنستي. كل سنة وانت طيبين. وكل صحابي طيبين. كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيبين. كريستوس أنستي أليسوس أنستي. المسيح قام بالحقيقة قام. كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيبين. وكريستوس أنستي أليسوس أنستي. كل سنة وانت طيبين. وكل الشعب المسيحي طيب. وكل سنة والبابا توادروس طيب وبخير. يا رب يعود علينا وعلى مصر كلها بخير. كل سنة وانتم طيبين. ويا رب يبعد الأيام علينا كده بجميلة كده وترجع الأيام الجميلة اللي كانت من قبل الكورونا والكلام ده. أنا فرحانة جدا بالتجمع الكبير ده هو. وربنا يعود علينا بخير كده يا رب. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد القيامة وأسبوع الآلام نهني البابا تودروس والأنبا أرمية وقناة ميسات. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. ويا رب عود علينا الأيام بخير. كل سنة والبابا طيب والأنبا أرمية طيب ومصر كلها بخير يا رب. كريستوس أنستي أليسوس أنستي. المسيح قام بالحقيقة قام. كل سنة وكلكم طيبين والبابا تودروس طيب وكل المسيحيين بخير وتعود علينا كل الأيام بخير. بحب أشكر البابا تودروس إن هو واقف جنبنا دايما وبعيد عليه وبقول له يعني ربنا يطول في عمرك ودايما معانا ويعني كن من جنبنا دايما وصللنا كتير لان احنا محتاجين صلواتك دايما. كريستوس أنستي أليسوس أنستي. يمكن العيد ده مختلف شوية علشان راجعين فيه في الكنائس فنشكر ربنا أولا ونشكر البابا انه سمح لنا العيد ده يكون في الكنيسة ونتمنى يعني العيد ده يكون سبب خير وبركة لمصر وللعالم كله. كريستوس طيبين.